انت فاكر يا على اصحاب اللدغة، انت انسان ربنا اداك 28 حرف كاملين، ليه تتريق على حرفين وقعوا مني وتحسسني ان المستقبل هو اللي وقع؟ ما حد في موضوع مهم ولا ايه بكل استصراف يقول لي ايه ده انت ده، قول لي كده خروف خروف اللي لابس بلدسوف وليه قرنين واربع رجلين. بصوا تعرفوا ان اللدغه دي شيء رباني وربنا مش بيقرا، لا والمفاجاه ان ملهاش علاج.